استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على أنحاء متفرقة في قطاع غزة في اليوم 193 من حربه المستمرة منذ طوفان الأقصى في السابع من شهر أكتوبر الماضي. وقصفت طائرات الاحتلال الحربية مسجد شهداء الفخورة غرب مخيم جبليا شمال القطاع، ما تسبب في دمار هائل في المنازل المجاورة وسقوط عشرات الشهداء والجرحى لم يتم إحصاء عددهم على نحو دقيق حتى الآن. ووسط القطاع تواصل القصف المدفعي والصاروخي المكثف على مخيم النصيرات لليوم السادس على التوالي، ما أدى إلى وقوع 5 إصابات على الأقل وأضرار كبيرة في الممتلكات. وقصفت طائرة الاحتلال عددا من المنازل في المغارقة ومدينة الزهراء المجاورة. وفي خان يونس جنوبا قصفت مدفعية الاحتلال عدة أحياء خاصة في المناطق الشرقية وهي عبسان وبني سهيلة وخزاعة وسط دمار كبير في الممتلكات والبنى التحتية المدمرة بالكامل.